اهلا وسهلا بكم احبائنا من درافيس فيقسي في موعد جديد مع CSS News. انتقل الى جوار ربه لاعب النادي الصفاقسي سابقا المنصف المليبي، تغمد الله الفقيد برحمته واسكنه فراديس جنانه ورزق اهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وان لله وان اليه راجعون. نبدأ بكرة القدم. مينين بي نادي الرياضي الصفاقسي وفي اطار كأس تونس فاز اليوم على فريق النجم الرياضي بالمتلوي بنتيجة هدف لصفر، وفي نفس الإطار الكادي بي فاز على الأمل الرياضي بحمام سوسة بنتيجة هدفين مقابل صفر. كرة الطائرة، وبنتيجة 3 أشواط مقابل شوط فازت اليوم فريق كرة الطائرة الصفاقسية على فريق الاتحاد الرياضي بقرطاج. نمر إلى كرة السلة، كاديت وجينيور فازوا اليوم على فريق دار شعبان الزهري جينيور CSS بنتيجة 67 مقابل 50 والكاديت 31 مقابل 40. نبقاو في نفس الإطار أي كرة السلة، وعلى شرف تنظيم النادي الصفاقسي للبطولة الأفريقية للأندية البطلة في نسختها رقم 20 وحصول النادي الصفاقسي كذلك على المرتبة الثالثة في هذه البطولة، كرم فريق النجم الرياضي الساحلي النادي الصفاقسي. لفتة تستحق الشكر لفريق النجم الرياضي الساحلي. هذه أخبارنا اليوم في CSS News، ملتقانا غدا إن شاء الله في أخبار جديدة.